عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاجئ المغاربة برسالة كبيرة جدا، وكذلك ترد على رسالة أحد المتابعين المغاربة بشأن توقعها لمباراة مصر والمغرب اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد أن احتل مسلسلها القصير أنا جورجينا المركز الأول في المغرب في قائمة أفضل الأعمال بعد يوم واحد فقط من عرضه. وطبعا المسلسل القصير أنا جورجينا من إنتاج المنصة العالمية نتفليكس. فما هي التفاصيل هنعرفها من خلال هذه الحلقة، ولكن في البدايات وكالمعتاد يا أحلى الناس وبرحب بيكم جميعا أيا كان بتتفرج عليا من أي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي المنتخب المصري، وكذلك يا سادة يا كرام عشاق ومحبي أسود الأطلس المنتخب المغربي، ونتمنى مباراة للتاريخ اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأراضي الكاميرونية. جورجينا عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة النجم البرتغالي المشهور كريستيانو رونالدو بتفاجئ المغاربة برسالة خاصة عبر حسابها الرسمي على انستغرام. طبعا جورجينا تم ظهور وإصدار مسلسل قصير تحت مسمى أنا جورجينا عبر منصة نتفليكس العالمية، والمسلسل ده احتل المركز الأول في قائمة أفضل الأعمال في المغرب، وذلك خلال يوم واحد فقط من عرضه. وبعد أن تصدر هذا المسلسل قائمة أفضل الأعمال في بلاد أسود الأطلس، وجهت جورجينا رسالة عبر حسابها على الانستجرام إلى الجمهور المغربي تحت عنوان شكرا للمغرب. وفي التعليقات نال طبعا هذه الرسالة تفاعل كبير جدا بين المغاربة، وفي التعليقات في بعض الناس بدأت تسألها عن مباراة المغرب ومصر اللي هتتلعب النهاردة. جورجينا كتبت المغرب ستفوز على مصر 5-0 مع وضع ايموشن ضاحك، وحين تم سؤالها من سيسجل الاهداف قالت حكيمي سيسجل هاتريك، على ما اعتقد جورجينا مش عارفه حد في المغرب الا اشرف حكيمي. كذلك في سؤال مهم جدا تم توجيهه لجورجينا من احد المتابعين المغاربه، قال لها هل سيذهب رونالدو الى باريس سان جيرمان في الموسم القادم؟ جورجينا ردت ب كلمة واحدة فقط لا غير، ربما، في إشارة إلى إن رونالدو ممكن نشوفه في حديقة الأمراء زميل لباريس لأشرف حكيمي والميسي في الموسم القادم. في النهاية مباراة إن شاء الله قمة في الروح الرياضية وقمة في الأداء الجمالي على أرض الملعب ما بين مصر والمغرب إن شاء الله اليوم في تمام الساعة 5 بتوقيت مصر 4 بتوقيت المغرب.